جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. يا ريتني متت وما حدا أسعفني، أصلاً أنا لشو عايشة؟ المريضة مصابة بحالة اكتئاب قوية، من شان هيك لازم حدا منكم يضل جنبها على طول، لأنه إذا بقيت لحالها ولو دقيقة واحدة ممكن تأذي حالها. يعني توقعوا منا أي شيء مع فاية. ليش هيك عملتي بحالك؟ جاوبيني. ما تخاف علي، أنا منيحة، يعني صار فينا هلأ ننهي كل شيء. منيحة، ناوليني وراء الطلاق لو سمحتي. ماشي. حاجة تكذبي علي، لو كان بدك توقعي ما كنتي أزيتيها لأيدك. كنت عارفانة أنه أنت رح تفكرني عم مثل عليك، وأنه أنا عملت هيك بإيدي قصداً بس لأتهرب منك مشان صير عاجزة وما أقدر وقع بنوب. اسمعني راج، تعرف ليش أنا حاولت أقتل حالي؟ لأنه الموت أسهل علي من أني وقع على وراق الطلاق بإيدي، لهيك الموت أحسن لي من هاي العيشة بكتير. أنت ولا مرة زعلتني، بس أنا كتير زعلتك. ما كنت حاسة بغلطي من قبل، بس لما حسيت وقررت أنه أتغير وصير مثل ما بدك لقيت حالي متأخرة كتير، ولقيتك عم تبلش حياة جديدة. يمكن تكون تشاندي أحسن مني، وأنتوا الاثنين كتير لابقين لبعضكم، ومشان وراء الطلاق أكيد رح يوصلوك. أنا بوعدك.